السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. اللي قرأ شوية في تاريخ العلاقات بين اليهود والمسيحيين غادي يلقى أن الحياة بيناتهم كانت ديما مطبوعة بالمجازر والمؤامرات والدسائس، عمرها هدات من قديم الزمان. فشنو طرا وجرى اليوم حتى ولاو لأول مرة في التاريخ بحال السمن مع العسل، والمسيحيين اللي شبعوا في اليهود قتيلة ولو بقدرة قادر هما أكبر المدافعين اليوم؟ هادشي اللي غادي نشوفه إن شاء الله في هاد الحلقة اللي هي تتمة لداكشي اللي بديناه. تبعوا معايا. أول حاجة خاصنا نعرفه هو أن لا هاد اليهود ديال أوروبا ولا المسيحيين ديالها بالبابا والفاتيكان وداكشي ما عندهم حتى شي علاقة ببني إسرائيل. بني إسرائيل، بني حذيفة، بني قريدة، بني تميم، هذه كاملة قبائل عربية أملوي الصديق. ولاد العبد مع أصحاب الحال داروا لنا أكبر عملية سطو على التاريخ ومن بعد على الجغرافية. والشكيك هاد الكبة ديال هاد الخدعة الكبرى احنا غاديين دقة دقة باش ما تكونش الصدمة قوية. قصة كره أتباع المسيح اليهود بدات من النهار الأول، بدات فاش اتهموا مو مريم بالفاحشة، ومن بعد كذبوه وهما اللي عمروا عليه الحاكم الروماني اللي كانت المنطقة تحت الوصاية ديالو باش يقتلوه، واللي حسب المعتقد ديالهم قتلوه بعد ما صلبوه. ديك الساعة الرومان مجتمع وثني مازال ما تعرف المسيحية، لكن غادي يتبناها وبداو تكتبوا الكتب المقدسة اللي غادي يحملوا فيها قتل المسيح اليهود ودخلوها فيها، واعتبروهم أمة ملعونة خاصة تدفع الثمن ديال هذيك الجريمة. وغير تكتبات الأناجيل وبدات كتنتشر، ومع انتشار الكنائس غتبدا عملية الاضطهاد ضدهم ولو تيتوارثوا الكراهية الدينية وتورثوها. حتى أن في عهد عمر بن الخطاب فاش دخلوا المسلمين للقدس شرطوا المسيحيين في الصلح ديالهم مع المسلمين باش ما يسمحش اليهود يسكنوا في القدس بأي حال من الأحوال، وكانوا ديك الساعة اليهود مازال ما حطوا رجليهم في القدس من قبل، وهكذا منعوهم باش يسكنوا في القدس. غير باش يبان لكم حجم الكره اللي كان عند المسيحيين اليهود. لكن دارت الأيام وتغيرت الأحداث ولا توافق عجيب اليوم بيناتهم كتدافع فيه الكنيسة بشكل غريب على مخططاتهم، خصوصا في القدس اللي منعوهم شحال هادي يحطوا فيها رجليهم. باش نفهموا هاد التحول لابد نرجعوا للتاريخ، واللي تيقول أن القادة ديال الإمبراطورية الرومانية الوثنية داروا فيهم مذابح رهيبة قبل ما يعتنقوا المسيحية، وزادت هاد المذابح من يعتنقوها وردوا كاع أوروبا المسيحية، وردوا الفاتيكان في روما هي مكة ديالهم، مكة ديال دين جديد في أوروبا في إمبراطورية مختلفة الأعراق واللغات. باش تحافظ على السيطرة ديالها ووحدة الصف لهاد الأقوام كاملة لابد من شي عدو. داكشي علاش غتبنى إيديولوجية دينية مبنية على العداء اليهود. هكذا غيبدا عهد جديد ديال الاضطهاد اليهود في أوروبا. ديك الساعة باقي ما بان الإسلام. بعد قرون من الاضطهاد والكراهية قبل الميلاد واستمرت بعده، العلاقة بيناتهم غتاخد منحنى خطير في القرون الوسطى، مني غادي يأمر الملك إدوارد بطرد كاع الكفار اليهود من بريطانيا وغتبعو كاع أوروبا. 100 عام من بعد تقريبا ملك فرنسا فيليب غيدير نفس البلان، غير هو غادي يعطيهم 3 ديال الاختيارات، اما يرحلوا من فرنسا، اما يتنصروا، واما القتل. بطبيعة الحال حتى واحد ما غادي يبغي يموت، خصوصا قوم تيبغي الحياة بحال اليهود. داكشي علاش الكوكبة غتنقسم لجوج، النص غيتنصر والنص الاخر غادي يهاجر للاندلس بلاد الحرية الدينية، غيلتحقوا باليهود الاخرين. وهاد اليهود هما اللي جزء كبير منهم غتطرد من الاندلس وغادي يسكنوا في الملاح، وهادو يهود أوروبا المطرودين لبوكو حبة، ماشي يهود المور العبرانيين المتدينين الفقراء واللي بقاو محافظين على أسرار الكتاب المقدس وكيتوارثوا الحاخامات بيناتهم. قبل ما يجي الإسلام للمغرب اليهودية راه كانت هي أكبر ديانة عند القبائل المغربية، مع المجوسية والمسيحية، مع المعتقدات الوثنية القديمة اللي تعبد السماء، اللي تعبد الشجر، اللي تعبد العتروس. الاختلاف كان كتير وكان عادي وما كانش مشكل. الأغلبية ديال هاد القبائل غدخل الإسلام خصوصا في المنطقة اللي تأنصطلوا فيها الأدارسة باش ما يخلصوش الجزية ضاربة الرأس. كثرة الريوس ديال اليهود اللي ما دخلوش الإسلام
دخلت أموال باهظة للأدارسة، جهزوا بها الجيش وبنوا منها فاس وداروا فيها عدوى للقراويين وعدوى لليهود اللي ما سلموش. أما اللي سلموا سكنوا بوحدهم في حي سماوه البليدة، وكانوا اليهود هما الأغلبية في فاس فاش تبنات. مولاي الصديق ملي كتسمع الكاهنة دي هي خاصك تعرف أنها يهودية، بلا ما نهضروا على الكتب التاريخية اللي سميتها فيها جوديت الكاهنة. وكلمة كاهن هي كوهين، وكوهين راه عند اليهود وظيفة دينية مرموقة بطقوسها ورموزها، كانت وراثية غير عند سلالة هارون بوحدها، بوحدهم اللي كانت عندهم أسرار تفسير الأحلام، وهما اللي كانوا تعرفوا يقراوا النجوم وعندهم معرفة بأسرار علم الباطن الدمياطي. لكن كهنة أخرين ماشي هارونيين غادي يدخلوا على الخط بعد ما حيدوا الوراثة وداروا الانتخابات، وهكذا أسرار عائلة هارون تخبات وبدات كتحرف شريعة موسى لطقوس دينية جديدة تأولت فيها النصوص لخدمة الأهواء والمصالح والسياسات اللي كانت في ذاك الوقت. قلنا في عهد إدريس الأول كانت فاس فيها عدوة القراويين وعدوة اليهود، وحومة البليدة ساكنين فيها غير اليهود اللي سلموا وبقوا ساكن فيهم المسلمين، حيت بقوا خدامين بقوالب اليهود في التجارة، وكان عندهم باب ديالهم سميتو باب اليهود فاش دار الصور. فاس دغيا غترعرع وغتولي قبلة لرؤوس الأموال والباحثين على الثروة والاستقرار، داكشي علاش كان خاص توسع، وداكشي اللي دار إدريس الثاني حيت غيزيد عدوة الأندلس. هاد العدوى اللي غتعمر دغيا حيت في الأندلس غطرة ثورة هي ثورة الربد، وهادي ثورة ديال حومة على حاكم قرطبة وكانت غتسالي الحكم ديالو، ومن فشلات غادي يجري على كاع هذيك الحومة بيهودها ومسلمينها، والأغلبية ديالهم غتجي لفاس، واللي غادي يفرح بهم إدريس الثاني حيت جابوا معاهم الحبة والخبرة، غيبني ليهم حوانت وغادا تزدهر الصناعة ديال داك الوقت اللي ولات اليوم صناعة تقليدية. دابا غادي يولي عندنا في المغرب وخصوصا فاس ثلاثة ديال أنواع اليهود: اليهود الموريين، اليهود الموريين اللي سلموا، واليهود الروميين ديال الأندلس. معادلة يهودية تحمق أينشتاين، حيت اليهود الموريين كيتشاركوا مع اليهود الموريين اللي سلموا في العرق واللغة والعادات والتقاليد، واليهود الموريين اللي بقوا محافظين على دينهم واليهود الروميين كيتشاركوا غير في الديانة. مني كيتعايروا بعضياتهم اليهود ديال الأندلس يقولوا على اليهود الاخرين البلديين نسبة للبليدة، والبلديين تيقولوا على اليهود ديال الأندلس بالروميين، والمسلمين باش يفرقوهم تيقولوا الدجاج البلدي والدجاج الرومي. غادي نحبسوا هنا باش نشوفوا في الحلقة القادمة كيفاش بلان هذيك الحومة ديال الربد في قرطبة اللي بسببها جا الفاس أمهر الحرفيين ديال الأندلس، وغادي نكملوا الهضرة على بلانات اليهود في المغرب وفي أوروبا والكارثة اللي دارها هذاك النص اللي بقى مع فيليب في فرنسا. دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.